بارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب من رواق الجاوي. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز الذي تقدم الكلام على تعريفه هو كلمة استعملت في غير موضوعها لعلاقة وقرينة، هذا الذي عرف به قبل ذلك. فالألف واللام في والمجاز هي للعهد الذكري، أي المجاز الذي سبقت معرفته وسبق أن حددناه. ارجع لورا، هيقول لك والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، وله تعريف آخر وهو ما استعمل في غير مصطلح عليه من المخاطبة. فالألف واللام هنا مولانا للعهد الإيه؟ للعهد الذكري، اللي هي إيه؟ عبارة عن كلمة استعملت في غير موضوعها. وهنا فيه كلام لكننا نتعرض إليه في آخر البحث، لأن البحث ده بحث دقيق شوية. إما أن يكون بزيادة، يعني المجاز قد يكون حاصل بزيادة وقد يكون حاصل بنقصان وقد يكون حاصل بسبب النقل وقد يكون حاصل بالاستعارة. بالزيادة، الباء في بزيادة قيل إما هي باء التصوير أو باء السببية، فسبب المجاز هو الزيادة، زيادة حرف أو زيادة كلمة، وسبب المجاز هو النقص، أي نقص كلمة. ونقص الكلمة تؤدي إلى تغيير الإعراب، والزيادة كذلك. أو نقل، يعني نقل من موضوع أول إلى موضوع ثاني. والاستعارة، الاستعارة عبارة عن مجاز علاقته المشابهة، نتكلم عن كل ذلك. فالمجاز بالزيادة، الباء سببية أو تصويرية، يعني المجاز الذي صورته الزيادة، مثل قوله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. أين الزيادة ثم أين المجاز؟ الزيادة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف، فالكاف زائدة. أو أن لفظة مثل زائدة، لأن الكاف لها عدة معاني، ومن معانيها التشبيه والمثلية. فإما أن تجعل الكاف زائدة فيكون الكلام ليس مثله شيء، معنى الكلام، أو إما أن تجعل مثل زائدة فيكون معنى الكلام ليس كهو شيء، أو ليس أيضا مثل الله شيء. طيب السؤال، خليها مرتبة ترتيبا ذهنيا بطريقة تفكيرية معتبرة. لماذا قلنا بأن الكاف أو مثل زائدة؟ ما
ما الذي جعلنا نقول هذا؟ قال: لأنه لو لم نقل بالزيادة لترتب على ذلك محال. هذه دعوة، أننا لو لم نقل بالزيادة في الكاف أو المثل لأدى حل الكلام ومعنى الكلام إلى ترتيب محال، والمحال مدفوع عن كلام الله سبحانه وتعالى، فوجب أن نقول بالزيادة. أين المحال؟ لو قلنا بأن الكاف أصلية في المعنى لأدى ذلك إلى أننا نقول ليس مثل مثله. أتفهمون؟ ليس مثل مثل الله شيء، وهذا يفهم منه إثبات المثلية، وإثبات المثلية لله أي أن تجعل له شبيها ونظيرا يماثله محال بالأدلة العقلية القطعية. فوجب حينئذ أن نهرب من هذا الحل ومن هذا المعنى خروجا من ترتب المحال. ليس مثل مثل الله، مثل الله مثل المثل. طب مثل المثل هيبقى ايه؟ هيبقى مثل، يبقى حضرتك اثبتت المثليه. فمن اجل ذلك قال علماؤنا الكاف زائده. كون ان احرف تاتي زائده هذا امر مشهور وشائع وذائع صيته في كلام العرب، وأن العرب تكلمت بحروف وهي في المعنى زائدة من أجل تقوية الكلام. وعلى ذلك الحاشية التي أتى بها المحقق: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فالقرآن عربي ونزل بلغة العرب. ليس كمثل الفتى، ليس مثل مثل الفتى زهير. وبيتكلم على مثل زهير ولا مثل مثله؟ مثله. طيب يبقى الكاف هنا زائدة، وأراد أن يقول ليس كمثل الفتى، ليس مثل ليس مثل الفتى، ليس مثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. فالزيادة أمر معهود وشائع وذائع في كلام العرب، والقرآن نزل على كلام العرب ونزل بأساليبها وتراكيبها وهكذا حتى يعجزه. فهمنا؟ واضح جدا. قال: وإلا، يعني حل بقى عبارة، يعني وإن لم نقل بالزيادة فالكاف بمعنى مثل. والكاف تأتي في لغة العرب لعدة معاني، منها المثلية والتشبيه، فيكون له أي فيترتب على ذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى مثل، وهو محال. إيش اللي هو محال؟ أن يكون لله مثل، حيث إن الأدلة العقلية القطعية أحالت أن يكون لله شبيه ولا نظير. وأيضا ما الذي جعلنا نقول بهذا؟ الذي جعلنا نقول بهذا إن الآية سيقت للتنزيه والتعظيم. وما سيق للتنزيه والتعظيم لا يؤدي إلى الوقوع في غير المقصود. الآية سيقت لنفي الشبيه والنظير، فهذا معنى الآية. فلذلك وجب أن نؤول ما كان على خلاف مقصودها
والقصد أي والمقصود والمراد. طب من أين علمنا المراد؟ علمنا المراد من خلال السياق والسباق، من خلال النصوص المتقدمة والنصوص المتأخرة. والمراد بهذا الكلام وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، نفيه نفيه يعني نفي وجود مثل لله سبحانه وتعالى، لأن الآية ما سيقت إلا من أجل التنزيه والتعظيم. فلو لم تكن الكاف زائدة لأدى حل الكلام وتفسير الآية إلى مناقضة المقصود. فهمنا؟ هو في النشر والتاني هي أي نعم صعبة جدا، بس هتلاقيها بنفس النسق ده في كل الشروع، جمع الجوامع دي، شرح المحلي، تشريف المسامع، الغيث الهامع، كل ده هتلاقيه بنفس الترتيب. قال والتحقيق، شفت بقى التحقيق يعني ايه؟ يعني الكلام الحق، الكلام المذكور على وجه الصواب، على وجه الدقة، على وجه الفهم العميق، على وجه المنة من الله سبحانه وتعالى حيث أفاض على عباده بهذه المعاني الدقيقة الرقيقة. والتحقيق كما قال السعد التفتزاني وغيره، وقال هذا أيضا الزركشي في التشنيف، قال والتحقيق كما قال السعد التفتزاني وغيره، هذا محقق من كبار المحققين، ألا زيادة في الآية، والله يفتح على عباده بما يشاء. قال والله هذه الآية بهذا التركيب أنا أقول بأن الكاف أتت في موضعها، ومثل أتت في موضعها، على تأويل مثل بالكلمة يعني، كل أتى في موضعه، والأصل عدم الزيادة. طب يا مولانا الإمام السعد التفتزاني المحقق المعروف المدقق الفخم، كيف نهرب من قضية أن حل الآية وأن تأويلها بهذه الطريقة يؤدي إلى محال؟ قال انتبه، لو أنت تمعنت في الآية على وفق القواعد هتجد ألا زيادة فيها. طيب ازاي؟ قال انت بتقول ليس كمثل، ليس مثل مثله، وماله؟ ما هو قد تنفي عن الشيء صفة وهذا الشيء معدوم. لما يجي ابني مش أعلمه الموسيقى، طب ما ابنك معدوم، وانت قلت عندما يولد لي لن اعلمه هذا الفن المسمى بالموسيقى، لان الكف الطبع يعني. يبقى ولذلك قالوا يجوز سلب الشيء عن المعدوم. ده بيقول له ده المثل لا مثل له. لو افترضنا ان في مثل مش هيبقى ليه مثل، فما بالك بالاصل. لما يجي ابني عندما يولد لي لم اعلمه الفن الفلاني، يبقى يجوز ان ننفي عن المعدوم صفة من الصفات. طب والمثل؟ ما هو المثل ايضا معدوم، فنفينا عن هذا المثل ان يكون له مثل. واضحة جدا، أشرح لكم تاني. قال ألا زيادة في هذه الآية، واضح. ولا يلزم المحال، واللي أنتم بتعتقدوا أنه يترتب عليه من اللوازم الفاسدة لا يترتب. لماذا؟ قال لجوازي أي لإمكاني ولصحتي سلب الشيء
عن المعلوم. يعني المعلوم أستطيع أن أسلب عنه أي صفة من الصفات عندما يولد لي. طبعا عندي ابن موجود مش موجود، عندما يولد لي ابني لن أعلمه الفن الفلاني وابني معلوم، وأنا سلبت عنه أن يتعلم الفن الفلاني. عندما يولد لي ابني سأحميه من الفكر الوهابي مثلا، يعني دوائر الحماية من الفكر الوهابي واجب. كسلب الكتابة عن زيد المعدوم، زيد وهو غير موجود، قلنا بأن زيد ليس بكاتب. هو زيد موجود مش موجود؟ طب هو المثل موجود؟ لا، معدوم. فيجوز أن نسلب عنه أن يكون لهذا المثل المعدوم مشابها ومثلا مماثلا له. طيب دي قضية، انتهى هنا كلام السعد التفتزاني. ولأن المراد هذا كلام جديد وحمل آخر في الآية، وممكن ان احنا نقول بأن المثل هنا على معنى الصفة ليس كصفته شيء، يعني ليس كصفة الله شيء. ولأن المثل يأتي بمعنى الصفة، وقد وقع ذلك في القرآن في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد بها المتقون. مثل الجنة أي صفة الجنة وهيئتها وحالها. ولأن المراد بالمثل هنا الصفة، وكذلك فلا محال على الآية. معنى الآية بينه وبينك على ترتيب السعد التفتزاني لا محال فيه، واضحة جدا. وبالنسبة الكتاب ده من الكتب العالية جدا. قال فالمعنى كالمثل بفتحتين، فالمعنى ليس كصفته شيء، يعني صفات المولى سبحانه وتعالى لا تشابهها صفات أي شيء. قال ولأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من التصريح. إيه بقى هي الكناية؟ حد عارف يعني إيه كناية؟ الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ. خلي بالك، مع جواز إرادة معناه أخرج مين؟ المجاز، لأن المجاز لا يصح إرادة المعنى الحقيقي معه. لفظ أريد به لازم معناه، لما يقال فلان طويل النجات، أتعلمون ما هو النجات؟ إنه يعني الغطاء الذي يوضع فيه السيف، وهو كناية عن طول الشخص. فلان طويل النجاد، يعني إذا كان الإنسان له يعني سيف جرابه طويل، يكون هو يلزم من هذا أن يكون هذا الشخص الذي يحمل سيفا طويلا أن يكون طويلا، ولكنه إذا كان قصيرا هكذا يحمل سيفا هكذا يعني هذا لا يستطيع. ففلان طويل النجاد يعني كناية عن طول قامته. والنجاد في الحقيقة هو الجراب الذي يوضع فيه السيف، الغمد. فيلزم من هذا أن يكون من يحمل هذا أن يكون طويل، وجرت عادتهم بأن كل إنسان يأخذ من السيف على مقداره. فبيقول كده فلان طويل النجاد
كناية عن إيه؟ عن طول القامة. مع مهم إمكان أن يراد أيضاً إنه الجلاد طويل، لكنهم قصدوا من هذا اللفظ أن يعبر عن لازمه وهو طول القامة، مع الإمكان إرادة المعنى الحقيقي وهو الجلاد الطويل. لكنه عندما قال هذا ما أرادش المعنى ده، وإنما أراد المعنى الآخر وهو طول القامة. يقول لك فلان كثير الرماد. الرماد يا أخوانا عبارة عن يعني خلاصة ما يعني يسخن به الطعام. عارفين الرماد في زماننا ده عامل زي إيه؟ زي الغاز. الرماد في هذه الأيام زي الغاز. تقول ياه ده أنت بتستهلك غاز كتير، يلا نحدث نفسنا. واخد بالك أنت بتستهلك غاز كتير، ده كناية عن إن هو دائما كثير الطبخ. يعني كثير الرماد. الرماد ده لأنهم كانوا قديما ما كانوا زي حضراتكم كده مرفهين، الغاز الطبيعي داخل إلى البيوت والبوتاجاز، لا كان عبارة عن فرن يصنع بطريقة كهذه طول كده، وهذا الفرن يوضع فيه يعني ما يحمى به الفرن ويسخن، عبارة عن الفحم. ده الفحم ده لما يكون صاحب المكان راجل مالي مع فلوس معاه رجت. لكن عندنا الفلاحين بيجيبوا، انتوا عارفين فضلات البقر اعزكم الله والغنم اسمها الجلة او السرجين قديما، صح؟ السرجين وضعوا في الفرن، ويعني ايه يضع المأكولات. فهذه الاشياء لما تحترق بتعمل ايه؟ بتعمل لها يعني حاجة زي ايه؟ التراب. رماد. الرماد ده كناية عن ايه؟ عن كثرة الطبخ وكثرة من يدخل ويأكل ويشرب. يبقى كناية عن ايه يا مولانا؟ كناية عن الكرم، كناية عن كثرة الطعام. اقول لك يا ده انت بتستهلك غاز كتير. كناية عن ايه؟ كناية عن ان حضرتك بتستعمل البوتاجاز كتير، يعني بتطبخ، يعني بتاكل كتير، يعني الناس راحة وداخلة طالعة من عندك، يعني انت كريم. يا ده انت ما بنشوفش منك غاز. لا انت بخيل ما بتطبخش. انا اضيف المطبخ. لا ما اضيف نظيف المطبخ. لا ما ممكن يكون نظيف المطبخ مع كثرة الطعام. احنا عندنا ستات هنا في مصر، والستات اظن كمان في ماليزيا بيقولوا الكلام ده، واندونيسيا والاماكن دي عندهم نظافة شديدة. بتعمل طعام كتير ولكن نظيفة. ده بقى يقال في الرجالة كثير، يعني نظيف المطبخ يعني ما بيعملش حاجة. يبقى ده كناية. يقول لك فلانة نؤومة الضحى. يعني ايه؟ يعني مرفهة ومخدومة. عندنا في مصر يقول لك يا البني ادم ده مأندخ، يعني مأندخ يعني ما بيعملش حاجة. يعني كناية عن انه هو بيرتاح ومعاه فلوس وقاعد ما بيشتغلش. ابو كسلان برضه. بس احنا بنتكلم على كلام العرب قديما. يقول لك فلانه نؤومه الضحى. نؤومه الضحى يعني مرفهه مخدومه غير محتاجه الى السعي بنفسها. مش محتاجه انها تسعى وتذهب وتشتري الاشياء وتصلح بيتها وهكذا. وذلك ان وقت الضحى في كلام العرب وقت سعي النساء، نساء العرب في أمر المعاش وكفاية أسبابه وتحصيل ما يحتاج إليه في تهيئة المتناولات، فلا تنام من نسائهم في هذا الوقت إلا من كانت لها قدم. لسه هي هتنام دلوقتي ليه؟ يعني الوقت بتاع الضحى ده هو كان الوقت اللي بيبقى فيه السوبر ماركت بتاع العرب هو اللي فاتح، والسوق
فكان الناس كلها من أجل أن هي عشان تأكل وتشرب وتحضر الطعام لأولادها ولا ينامون في هذا الوقت من أجل أنهم يذهبون لشراء ما يحتاجون إليه. فكان من النساء من ينام في هذا الوقت، ولكن هي ست مرفهة عندها خادم، والخادم بيأتي يذهب يشتري في هذا الوقت، فهي مش شايلة هم لشراء الأشياء. لكن عندما يقول نائمة الضحى يعني مرفهة، مع إمكان أنها أيضا في هذا الوقت بتنام، يبقى دي اسمها إيه؟ أي ولا يمتنع مع ذلك من إرادة المعنى الحقيقي، وهو طول النجات اللي هو طول السيف، وأن هم يناموا في وقت الضحى. والفرق بين الكناية والمجاز من هذا الوجه، يعني من جهة إمكان إرادة المعنى الحقيقي. حلو، يلا بارك الله فيك. يبقى هي ذات اللي هي مولانا الكناية، وذلك من الكناية. عرفنا الكناية التي هي أبلغ من التصريح، عند الكناية فيها أبلغية عن التصريح. يعني إيه أفضلية الكناية على التصريح؟ قالوا أنها أفضل من حيث الحسن، من حيث القبول، من حيث إنها أوقع في النفس. لما أقول لك مثلا طويل القامة مش هتبقى لذيذة وطيبة وحسنة في السمع، بالخلاف ما إذا قلت لك طويل النجاد كثير الرماد. نقوم الضحى هذا لا يكون كذلك في الأفضلية، في الحسن، في أيهما أكثر وقوعا في القلب. طيب، التي هي أبلغ من التصريح، يعني هو يريد هنا أن يقول بأنه قد اختار في النص الكناية عن التصريح، لأن الكناية أوقع في القلب وأحسن في القبول السامع وهكذا. وأيضا لأن الكناية تتضمن إثبات الشيء بدليله. يعني إثبات الشيء بدليله، يعني إثبات الشيء ومعه الدليل على ثبوته، مش إخبار مجرد، لا ده إخبار مجرد ومعه الدليل على ثبوت هذا الإخبار. فهذا يكون أوقع في النفس، لأنك عندما تسمع الدعوة ويكون مع الدعوة الدليل، هذا يدعو إلى طمأنينة النفس، يدعو إلى قبول هذه يعني الأحكام. ولذلك عندنا العلماء يقول لك بإنك لو المستفتي سألك عن الدليل حبذا ولا يجب عليك أن تعطيه الدليل. لماذا؟ قالوا لأن إعطاءه الدليل يكون أكثر تمكنا في قلبه من الحكم المجرد عن الدليل، لأنه أكثر إقناعا. عارفين الاقتناع؟ يعني أكثر قبولا للنفس. فلما يقول لك ليس كمثله شيء، بخلاف ما يقول لك ليس مثله شيء. ليس كمثله شيء ده أولا نفي للنظير والشبيه مع إقامة الحد. إذا كان ليس لمثل المثل مثل، فما بالك بالمثل؟ يعني خلي بالك تلميذك ملوش شبيه، يبقى أنت بقى كيف أنت؟ صح كده؟ أديني ضربتها لكم بسيط. بخلاف ما أقول لك لا، أنت لا شبيه لك مطلقا. لا شبيه لك مطلقا معناه إثباته، يعني علو الكعب. ولكن لما أقول لك تلميذك ملوش مثيل، إذا كان تلميذي لا مثيل له فما بالك بالأصل؟ ده كمان إيه؟ ده يعتبر قياس أولوي. يبقى فيها إثبات بإيه؟ إثبات بالدليل. يبقى لتضمنها، أي لتضمن الكناية، إثبات الشيء، الشيء يقصد به يعني القضية،
بدليله أي مع دليله، كما في قولهم مثلك لا يبخل. يا اللي زيك لا يبخل، فما بالك بك أنت؟ من باب أولى ما تبخلش. إذا كان أمثالك لا يبخلون ماشي، يبقى أنت فما بالك بك أنت؟ قال مثلك لا يبخل فكيف أنت؟ إذا كان اللي زيك ما بيبخلش، اللي هم أمثالك يعني، فما بالك وأنت الأصل؟ تقول من باب أولى لا تبخل. زي بالظبط كده تلميذي لا شبيه له، يبقى ما بالك بي أنا؟ يبقى علامة. مثلك لا يبخل فكيف أنت؟ يعني من باب أولى لا تبخل. يبقى ده إيه؟ ده ذكر أنه لا يبخل مع إقامة الحجة على أنه لا يبخل. ده رائع جدا. سيدنا النور الشرح أنه بدي كان دي أصعب جزء في الكتاب شرحته، الجزئين في القراءات السابقة، وأسهل مرة في الشرح في هذه الجزئية هذه المرة. فالمعنى هنا مثل مثله تعالى منفي، فكيف بمثله؟ هو بيقول لك ايه؟ ليس مثل مثله شيء، ده نفى يعني المثلية عن المثل، فما بالك بالأصل؟ يبقى منفع عنه المثلية. عارف تلميذك ده لا شبيه له، يبقى أنا من باب أولى لا شبيه لي. قال فالمعنى هنا مثل مثله تعالى منفي، فكيف بمثله هو؟ وانت عندك مثل المثل وعندك المثل، مثل المثل منفي عن المثل، فمن باب أولى أن يكون الأصل منفي عنه المثل. واضحة جدا. قال فالمعنى هنا مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله؟ فأطلق الملزوم وهو نفي مثل المثل، انتبه، فأطلق الملزوم وهو نفي مثل المثل، وأراد اللازم وهو نفي المثل. يبقى هنا مجازه، انتبه لأن المجازية هنا أنه أطلق الملزوم وأراد اللازم. الملزوم اللي هو إيه؟ نفي مثل المثل، لازم عن نفي المثل. فأطلق الملزوم وهو ليس كمثله شيء، وأراد اللازم وهو نفي المثل. لماذا؟ قالوا زيادة في التشبيه. وزيادة التشبيه يعني تدخل في القلب فتتمكن منه. ولأن مثل المثل مثل، مثل المثل يساوي مثل، لأنك أنت إذا كان لك كان لمثلك مماثل، فيكون هذا المماثل الذي لمثلك مماثلا لك أيضا. يعني مثلا مثل المثل، أقول هذا المثل له مثل، يبقى المثل ده مثل لك أنت أيضا. أقول أخوك هو ضربها، يعني لها مثال لطيف جدا العطار بيقول، فهو على حد قوله، سهلة جدا، مثال سهل جدا، ليس لأخي أنا لي أخين، أخ كبير وأخ صغير. مثلا على سبيل المثال ليه أخ صغير، الأخ الصغير ده أقول ليس لأخي الصغير أخ، يبقى أنا كمان ماليش أخ.
لأنه إذا ثبت الحكم للمثل يثبت للطرف الآخر. يعني على سبيل المثال، أنا لي أخ أقول أخي فلان الفلاني ليس له أخ، يلزم من نفي الأخوة عن أخي نفي الأخوة أيضا عني. أو الأخويا فلان الفلاني ده ملوش أخ، يبقى أنا كمان مليش أخ، أنا مليش إلا أخ مثلا، ماشي؟ فأقول أخويا فلان الفلاني ده ملوش أخ، يبقى أنا كمان مليش أخ. فهمنا؟ فهو على حده ليس لأخي زيد أخ، كناية عن نفي الأخ عن ذلك الشخص. لأن أخويا لو كان لي أخ هيبقى أنا كمان لي أخ، اللي هو أخو أخويا. واضحة؟ قال لأن مثل المثل مثل. أقول لك أخويا ده فلان الفلاني لأخ، يبقى ما دام أثبتت لأخويا أخ يبقى أنا أثبتت لي أنا كمان أخ. قلت أخويا ليس له أخ يبقى أنا كمان ليس لي أخ. صح كده؟ ليه؟ لأن إحنا المتماثلين. فإذا نفيت عنه شيئا فقد نفيته عن نفسي، لأن المتماثلين إذا ثبت لأحدهما شيء يثبت للآخر، وإذا نفي عن أحدهما شيء يدفع عن الآخر. أنا وهو متماثلين في إيه؟ في الأخوة. فإذا قلت مثلا أنا لي أخين، في الواقع لأخي الصغير أخ كبير، جميل؟ يبقى الأخ الكبير ده أخويا ولا مش أخويا؟ يبقى أخوي، لأنه إذا ثبت لأخي المماثل لي في الأخوة أخ يثبت لي كذلك، لأن المعنى واحد. طب وإذا كان مثلا لواحد ملوش إلا أخ وقال ليس لأخي هذا أخ يبقى ليس لي أيضا أنا أخ، لأن هذه القاعدة هي أنه يثبت للمثلين، يثبت للمتماثلين وينفع عن المتماثلين في كل الحالين. يعني إذا أثبتت له، أثبتت لهذا المثل شيء أثبتت لمماثله كذلك، وإذا نفيت عنه فقد نفيت عن الآخر. فأنت بتقول المثل ده المعدوم ليس له مثل، يبقى أنت كذلك ليس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كذلك ليس له مثل. قال فالمعنى ولأن مثل المثل مثل، فيلزم من نفيه، من نفي المثل عن المثل أن ينفى كذلك عن الأصل. أنا بسميه الأصل تجاوزا. فيلزم من نفيه، يعني من نفي مثل المثل، نفيهما. طيب لأن المثل ده بقى حاجة تانية. ولأن المثل قد يأتي بمعنى النفس، كما يعني المثل هي بمعنى النفس هتبقى إيه؟ ليس كنفسه، والنفس تأتي بمعنى الذات، يعني ليس كذاته شيء، كما قيل في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل، يعني بذات الشيء أو بنفس الشيء الذي آمنتم به فقد اهتدوا. فالمعنى على هذا الحل وهذا التركيب ليس مثل نفسه أي ذاته شيء. طيب انتهينا من هذه يعني إيه؟ المضيق الصعب. في حد عايز يسأل قبل ما اطلع للمجاز بالنقصان؟ فاهمين الزيادة بكل أمانة ولا مش فاهمينها؟ هي صعبة شوية، بس يعني نصيحة من شخص ممارس
لهذا الكتاب، وقد أقرأته 6 مرات، وفي كل مرة من المرات أجلس وأتأمل بالأخص في الكتاب كله. أكثر حاجة أجلس وأتأملها الجزئية دي. كثرة الممارسة تجعلك متمكن. مارس كتير، اقراها كتير، هي موجودة في كل كتب أصول الفقه في أنواع المجاز. اقرأ كتير وأنت إن شاء الله تتمكن. قد تكون الآن مشوشة في ذهنك، غير قادر على امتلاكها ووضعها بين يديك، لكن مع الزمن، مع كثرة القراءة، مع الاطلاع، مع أن يكون العلم بين عينيك، مع أنك أنت تقرأ الناس وتنفع الناس، سيفتح الله عليك. لو جلست وانت حطيت العلم كده وخبيته ستذهب بركته من قلبك. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا بكثرة الإقراء، من غيرها كنا مش هنفهم بالطريقة دي، لأننا عدناها مئات المرات. أخونا خيري ده أول مرة قال أنا مش فاهمها، عدتها له قال أنا مش فاهمها، وأقول لك حاجة ما فهمهاش إلا في 3 أو 4 مرات، صح؟ مدد. قال والمجاز بالنقصان، وقلنا قبل ذلك أن الباء إما أن تكون سببية وإما أن تكون للتصوير. والمجاز الذي سببه النقصان، أو المجاز الذي صورته النقصان، مثل قوله تعالى واسأل القرية. طيب اسأل القرية دي يا مشايخ ايه؟ مجاز، وليس ذلك من مجاز في الإسناد. اوعى تظن ان ده من مجاز الإسناد. انتوا محتاجين كمان تعرفوا يعني مجاز الإسناد ايه؟ حسوا الحاجة. وليس ذلك من مجاز في الإسناد، لأن الإسناد فيه على هذا إلى ما هو له، فالمحذوف كالمقدر. أيوه نقول الحتة دي. قال لك إيه؟ قال لك على كنا جعلنا الآية، أصل الآية دي غريبة جدا، بعضهم يستدل بها ويستشهد بها على مجاز الإسناد اللي هو المجاز العقلي، وبعضهم يستدل بها على أنها من مجاز النقصان، وكل له ملحظ وله اعتبار. افهم، خد بالك، افهم علشان أقسم لك بالله إن لم تفهم فأنت الخاسر. إن لم تنتبه وتلتفت أنت الخسران. الطريقة دي اللي احنا بنشرح بيها الله يرحمها رحلت، ولن تجد من يشرحها إلا القليل، مع ضيق الزمان، مع كثرة الأشغال، مع 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 إلى آخره. وقد لا يتيسر إن احنا نشرح الكتاب ده مرة تاني، وقد لا يتيسر إن أنا أشرح لكم مرة تاني، ممكن ربنا يكرمني وأسافر أسافر للآخرة يعني. فالاستدلال والاستشهاد بها على مجاز النقصان على تقدير أن المستدل والمستشهد يلاحظ أن هناك محذوفا تقديره أهل، فيقول هذا المحذوف كأنه موجود، والإسناد في الحقيقة، انتبه، إلى هذا المحذوف، فكان الإسناد إلى شيء هو له، لأن هو قال بأن المسند إليه في الحقيقة هو أهل ده القرية. إذا نظرت إلى أن السؤال موجه إلى القرية في الإسناد كان من المجاز العقلي، وإذا قلت بأن الإسناد موجه إلى الأهل المقدم الذي هو في حكم الملفوظ كان ذلك من المجاز بالنقصان.
وعلى ذلك فهذا الاستشهاد صحيح وهذا الاستشهاد صحيح، لأن كلا لاحظ فيه ملحظا لم يلاحظه الآخر. فهمتم؟ لأن المقدر كالمذكور. طب إيش هو بقى المجاز العقلي؟ نشرح المجاز العقلي إيش مانع؟ قالوا المجاز العقلي هو إسناد الشيء إلى من ليس له. يعني في الحقيقة الإسناد ده مش لذاته. طب أضرب لكم مثال: أنبت الربيع البقلة. أنبت لفظة استخدمت فيما وضعت له فهي حقيقة، والربيع استعمل فيما وضع له. فالإنبات في الحقيقة ليس مسندا إلى الربيع، وإنما هو مسند لمن خلق الربيع. فإسناد الإنبات إلى الربيع إسناد مجازي، لكن المجاز ليس في المفردات، ولكن المجاز في الإسناد. إسناد إيه؟ إسناد الإنبات للربيع. هو الربيع هو الذي ينبت، الذي ينبت هو الله. فقد أسندنا الإنبات إلى من ليس أهلا ولا صالحا للإنبات، يبقى اسمه مجاز إيه؟ مجاز عقلي. إسناد الشيء إلى من ليس له. أنبت الربيع البقلة، لأن القائل مسلم، ولأن القائل معتقد أنه لا فعل في الحقيقة ولا خلق إلا لله. فيبقى ده مجاز إيه؟ مجاز عقل. لماذا؟ لأن الإنبات مسند إلى شيء لا يقوم بالإنبات وهو الربيع. والربيع ده إيه؟ ده عرض. هو الربيع ده اللي هو عرض دوت، هينبت ولا هيخلق؟ ده عاجز. يبقى ده مجاز إيه؟ مجاز عقل. طب الآية دي بقى من المجاز العقلي ولا من المجاز بالنقصان؟ لو قلت بأن السؤال موجه إلى القرية وأن المسند هو القرية، حينئذ أقول من المجاز العقلي. نعم، القرية هي القرية، أسند إليها السؤال، أسند السؤال إلى القرية، والقرية ليست موضعا للسؤال، لأن القرية في اللغة هي الأبنية، والأبنية ليست من شأنها أن تسأل. فإسناد السؤال إلى القرية مجاز عقلي. أما لو قلت بأنه لا، ده إسناد السؤال إنما هو لذلك المحذوف، وهو الأهل الذي حذفته وأقمت غيره مقاما، لأن حضرتك حذفت المضاف اللي هو أهل وأقمت المضاف إليه مقام، وهو معك وأنت تقرأ تلاحظه، وأنت بتقول فاسأل القرية في دماغك أهل القرية، يبقى ده مجاز إيه؟ يبقى ده مجاز بالنقصان. افهم أن المسألة ديت ممكن تلتبس عليك وأنت بتقرأ في البلاغة، ده ذكرت هنا وذكرت هنا، أو تتلخبط. ما بتتلخبطش، اتعلمنا كويس. ازاي خلاف لفظ؟ هل هو نفس الشيء؟ لا لا، حاجة تانية. لو كنا بتقدير محدود. لا، أصلا أنت حضرتك في العقل ستقول إسناد السؤال للقرية. في المجاز بالنقصان هتقول الإسناد لذلك المحذوف الذي هو الأهل
الذي حذف وأقيم المضاف إليه مقام. فالأول تقديري والثاني تقدير. والإسناد لإيه؟ للقرية؟ مجاز عقلي. إسناد للمحذوف وهو الأهل يبقى ده مجاز بالنقصان. خد بالك؟ لكن مفيش خلاف لفظ، لا ده خلاف حقيقي، لأنه في أصل الإسناد. والإسناد في الحقيقة لإيه؟ إسناد السؤال للقرية ولا لأهل القرية؟ أنت لاحظت إيه؟ في سؤالنا هنا لأهل القرية. يبقى ده مجاز بالنقصان يا مولانا. هنا بقى في عندنا إشكال. إيه هو بقى الإشكال يا مولانا؟ قال لك أنتوا عرفتوا المجاز بإيه؟ قال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة. لفظ مستعمل. طب والزيادة والنقصان ده مش بنفس، لا ينطبق عليها حد المجاز. لأن معناها إيه؟ معناها إن إحنا قلنا إن هنا في زيادة بس، لكن من ليست مستعملة في غير ما وضعت له وهكذا. وقلنا هنا في نقصان، مع إن أهل مستعملة فيما وضع له. ولذلك اعترض على قوله المجاز إما أن يكون بزيادة وإما أن يكون بنقصان. قال المجاز اللي احنا عرفناه هو الكلمات المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرين، والزيادة والنقصان لا يظهر فيهما هذا المعنى. طيب ولماذا بقى وضع الزيادة والنقصان في إطار المجاز؟ قال له ما هو خلي بالك ان هو استعمل هنا مثل المثل في المثل، صح كده؟ يبقى استعمل مثل المثل في المثل، استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، واستعمل ما وضع للقرية فيما وضع لأهلها، وما وضع للقرية فيما وضع لأهلها. يعني استعمل سؤال القرية في سؤال أهلها. يبقى ده مجاز إيه؟ يبقى ده هو اللي بينطبق عليه، لأنه استعمل مثل المثل في نفي المثل. يبقى مثل المثل كلمة استعملت في غير موضوعها لعلاقة وقرينة بينها وبين المثل. وسؤال القرية ها استعمل في سؤال أهلها لعلاقة وقرينة وهكذا. طيب قال وقرب صدق تعريف المجاز تعريف المجاز على هذين النوعين وهو الزيادة والنقصان على ما ذكره بأنه استعمل أي لفظ المثل بأنه استعمل ما وضع لمثل المثل فيما وضع للمثل، وما وضع للقرية فيما وضع لأهلها. وقيل إن الزيادة والنقصان ليس من المجاز بالمعنى الاصطلاحي، ولكن هيبقى المجاز ادخلهم في المجاز على سبيل التوسع، يقول لك على سبيل المسامحة في العبارة. فلا يتناولهما التعريف. نعم لماذا؟ قال لأن ده زيادة وده نقصان، وليس معنى المجاز منطبق عليهما. طب واستعمال بقى مثل المثل في المثل؟ قال له استعمال مثل المثل احنا بنتكلم اصلا هو المجاز في كلمة، الكلمة دي هتستعملها، لكن انت بتقول لي مثل المثل يعني كمثله، يبقى في كلمتين مش في كلمة. فهمت؟
بل من المجاز اللغوي. يعني ايه بقى؟ يعني كأنه عايز يقول، ولكن ده بعيد خلي بالك، ان كلمة والمجاز يعني يقصد بها مش المجاز المصطلح عليه، يقصد بها المجاز اللغوي. يعني ومن المتوسع فيه إما أن يكون الكلام بزيادة أو بنقصان أو نقل أو استعارة. ارجع كده للصفحة اللي قبل، يقول لك والمجاز من الجواز، يعني من الانتقال، من التجاوز، يعني التوسع. تجوزت في الأمر يعني توسعت فيه. فإن معنى كلمة والمجاز يعني والمتوسع فيه، ولكن هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهرة أن المعرفة أن المعرب بأن يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور اللي هو إيه؟ اللي هو المجاز الاصطلاحي. ولأن المتبادر من قوله والمجاز هو المجاز بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى اللغوي، فده فيه يعني إيه؟ فيه نظر. قال بل من المجاز اللغوي الذي بمعنى المتوسع فيه. فانت حضرتك تشيل كلمة والمجاز اما ان يكون بزيادة، تقول والمن المتوسع فيه، ان يكون الكلام بزيادة او نقصان او نقل او استعارة. وقيل ان القرية، هنا برضك في حل بس هو صعب شوية، مش نقدر نقول ان هو بيقول ان المجاز في كده تفصيل، قال والمجاز اما ان يكون، ده حل برضك بس حل نخليه في الاخر، وحل يعني محتاج لايه؟ لملك. وهتلاقي عندك هنا في الدوريني كده، هتلاقي عندك هنا في النقاص. لان ديت عباره طيب. يا سلام، شوف هو برضك هو نفس الاعتراض ده. معلش بس انا احب يعني ايه؟ قال استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. وقوله استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل يقتضي أن المجاز مجموع ليس كمثله شيء، صح؟ ومجموع اسأل القرية، لأنه بيقول لك استعمل اسأل القرية الذي هو يعني سؤال للقرية استعمله في سؤال أهلها، فهيبقى المجاز في جملة اسأل القرية وفي جملة ليس كمثله شيء، ويبقى ده مش من قبيل المجاز المفرد. أصل المجاز اللي احنا بنتكلم عليه والمجاز إما أن يكون، ده لا المجاز المفرد اللي هو كلمة استعملت في غير ما وضعت له، ولذلك كان هذا الجواب مشكل. والجواب الثاني أيضا مشكل، اغرقوا بقى. قال ومجموع اسأل القرية، ويوافق ذلك قول المحصول في الاعتراضات على بعض تعاريف الحقيقة والمجاز، لأن المجاز بالزيادة والنقصان إنما كان مجازا لأنه نقل عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر في المعنى والإعراب. ماشي، واضح. ثم قال إما في المعنى، فلأن قوله ليس كمثله يفيد نفيا مثل مثله، وهو باطل لأنه يقتضي نفي الله، نفي الله تعالى عن ذلك. إذن ده في هنا مشكلة، إلا أنه نقل عن ذلك إلى نفي المثل. لكن الذي في حواشي المطول جعل المجاز في الأول لفظ كمثله، وفي الثاني لفظ القرية، والظاهر أن كلا صحيح، وبما تقرر يعلم أن صدق التعريف على ما ذكر حقيقي لا تقريبي. ده هو كمان بيقول له إيه؟ ويقربه. قال تقريبا 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 إن تعريف المجاز صادق على اللي اسأل القرية وليس كمثله. فهنا ابن قاسم بيقول له لا، بعد التقرير اللي احنا ذكرناه ده، إن هم أصلا من أفراد المجاز وليس قريبين من المجاز، ففي تعبيره بالتقريب إشكال، إلا أن يراد التقريب إلى الفهم، وليس معناه أنه هو يعني ليس من أفراد حقيقة. أقول لك إيه، ما تجيبش كده ده تاني.
تتلحوس العيال، حرام عليكم. طب يا مشايخ خليكم معانا وسيبكم من الكلام ده، وده خلي بالك يعتبر تلميذ الشهاب الرمي، الا انه دقيق جدا. خلص ما خلينا مع الشهاب. وقيل ان القريه اسم للناس المجتمعين بها، ان القريه ليست اسم للابنيه والحوائط والجدران، وانما هي اسم للناس، وده بعيد جدا عن مفهوم اللغه ولا يتبادر الى الذهن، ولذلك حكاه بقيل. وقيل وعلى هذا اللي هو ان القريه اسم للناس المجتمعين بها يكون واسال القريه اسناد لمن هو له، لانه اسال يعني اسال الناس اللي في القريه. جميل، ومش هيبقى كمان مجاز ده حقيقه. وقيل انها اللي هي ايه؟ قريه. لا انا عايز الناس تفوق معايا. وقيل انها القريه مشتركه، يعني مشتركه مشترك لفظي بين الابنيه والمجتمعين، يعني وضعت للابنيه بوضع مستقل ووضعت للناس بوضع مستقل. لكن الايه القرانيه استعملت المعنى الثاني للاول. ما احنا قلنا موضوعه للقريه اللي هي الابنيه، وموضوعه للناس بوضع اخر، لان هو ده المشترك اللفظي، ولكن استعمل المعنى الاخر. ليه؟ بدليل ان السؤال لا يكون موجها للابنيه وانما يكون موجها للناس. وبرضك ده ادعاء، ويكون الاستعمال حينئذ من استعمال المشترك في احد معنييه لقيام القرينه الداله على اراده المعنى الثاني. صح؟ وقيل انها من المجاز، المجاز المرسل، يعني اللي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقه وقرينه. يبقى على هذا المعنى يكون استعمالها ايه؟ مجاز. المعنى الاول والثاني هو ان القريه اسم للناس يبقى حقيقي، انها مشتركات يبقى حقيقي. ان المجاز فيها، قالوا لا ده المجاز فيها من اطلاق المحل اللي هي القريه على الحال اللي هو الناس الساكنين فيها، يبقى ده مجاز ايه؟ مجاز مفرد. علاقته ايه؟ المحليه، اطلاق المحل على الحال به، يبقى ده مجاز. وقيل المراد، ده بياتي بقى في بكل ما فيها، وقيل المراد سؤال الابنيه لتجيب، اصل هي ديت جعلت معجزه للنبي. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، لسيدنا يوسف. واسال القريه، قال بس روح اسال كده الجدران، فلما يروح يسال الجدران الجدران تجيب. ايه ده؟ ده سيدنا يوسف قال روح اسال الجدران او الانبياء، ما هم دول اخواته مش هو. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا، وانا لصادقون، اخوات سيدنا يوسف، وقيل بانه انبياء، فهم بيقولوا بس روح اسال القريه. فلما يروح يسال القريه يلاقي القريه بتجيب، يبقى دي معجزه للنبي. يبقى انما قال ذلك لاظهار معجزه النبي. طيب يا سلام، ده الكتاب ده معجزه بذاته، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق في هذه الجدران قدرة على الكلام خلقا للعادة، وتكون تصديقا لهؤلاء الأنبياء، ويكون ذلك معجزة. نعم، أيوه، لأنها هي هتجيب، ولكنها تجيب على طريق خلق العادة.
ولكن العضد على ابن الحاجب ضعف كل هذا الكلام. إن شاء الله سيأتي يوم ونقرأ هنا ابن الحاجب إن شاء الله بإذن الله تعالى في حياتكم يوم القيامة. والمجاز بالنقل كما قلنا قبل ذلك الباء هنا إما أن تكون سببية وإما أن تكون تصويرية. والمجاز بالنقل كالغائط أي كلفظ الغائط. الغائط في اللغة العربية عندما تفتح القواميس وتدور على مادة غوطة غين واوطة يطلع لك الغائط. الغائط عبارة عن إيه؟ مكان منخفض في الأرض كان الناس يقصدونه من أجل قضاء الحاجة فيه. ده معناه في الإيه في الأصل. لكن هذا اللفظ أخذ ووضع في مقابلة الذي يخرج من الإنسان المستقذر الخارج من الإنسان. يبقى ده إيه؟ ده نقل. لأننا أخذناه من المعنى الأول وجعلنا له معنى آخر. طب مين اللي عمل كده؟ أهل العرف. يقول لك أنا رايح أنت بتعمل إيه؟ أنا أو جاء أحد منكم من الغائط. ده القرآن استعمل ما استعمله هؤلاء. قال كالغائط بدل ما نقول فيما يعني وضع في شيء يخرج من دبر الإنسان من الفضلة المخصوصة من الإنسان بخلاف ما يخرج من الحيوان يسمى إيه؟ روثة. الروث. نقل إليه يقول لك إليه سقطت من دال. نقل عن حقيقته إلى ذلك يعني نقل عن معناه الحقيقي. نقل ذلك اللفظ من المكان المنخفض في الأرض إلى نقل من إلى الفضلة التي تخرج من الإنسان وهي الضمير عائد إلى الحقيقة يعني حقيقة الغائط مع تأويل الحقيقة بالماهية أي ماهية الغائط الذي وضع له هذا اللفظ المكان المطمئن يعني المنخفض. وبذلك عبر الإمام الجلالي المحلي على جمع الجوامع المطمئن يعني المنخفض من الأرض من أي جزء من أجزاء الأرض تقضى أي تخرج وتفرغ فيه الحاجة يعني الحاجة اللي هي حاجة الإنسان ما يخرج من الإنسان مش عارفين الحاجة كانوا ما تعرفوش الحاجة تعرف يسقي الحاجة ولا ما تعرفهاش اوعى تعملها علينا تقضى فيه الحاجة بحيث حيثية تقييد أي صارت مقيدة بأنه لا يتبادر عندما نقول غائط المعنى المنقول منه وإنما يتبادر المعنى المنقول إليه يتبادر الفضل التي تخرج من الإنسان ولا يتبادر المكان المنخفض من الأرض وهي المكان المطمئن خلاص بحيث لا يتبادر يعني لا يسبق الفهم إلا إلى هذا المعنى منه عرفا أي المراد به العرف العام لأنه المقصود عند الإطلاق. المراد هنا العرف العام لأنه المقصود عند الإطلاق لا يتبادر منه إلا الخارج يعني الخارج من الإنسان لكنه حقيقة عرفية مجاز لفظي مجاز لغوي وهذا مراد الإمام المصنف إنه يقول لك ومن المجاز بالنقل بس حقيقة عرفية
خلاش، بس هو عند الاهل اللغه ايه؟ انا دلوقتي بقسم تقسيم عند اهل اللغه. وقد يقال، وده مدفوع، هذا الاعتراض مدفوع بذلك الجواب. وقد يقال هذا اللي هو هذا التقسيم، وهو جعل النقل من افراد المجاز، انما ياتي هذا الجعل على قول من انكر الحقيقه العرفيه والشرعيه. لان احنا عندنا مذهبين، مذهب يقول ليست هناك سوى الحقيقه اللغويه، واما الشرعيه والعرفيه فلا يعني تسميان في الحقيقة، يعني لا اسم لهم في الحقيقة، لا مجال لهم في الحقيقة، لا نصيب لهم من الحقيقة، ولكن هيبقى مجاز. فما فيش وضع إلا وضع اللغة، وما فيش حقيقة إلا الحقيقة اللغوية. من قال بأنه لا حقيقة إلا الحقيقة اللغوية يقول بأن النقل ضرب من ضروب المجاز. ومن أثبت الحقيقة الشرعية والعرفية قال بأن لا، ده الغائط ليس مجاز بل هو حقيقة عرفية. قلنا لا، إمام الحرمين كلامه صح على إثبات الحقيقة الشرعية والعرفية، لأن إمام الحرمين بيقول بأنها عند أهل اللغة ما زالت مجازا، ولا ينفي أنها صارت حقيقة لغوية، حقيقة عرفية عند أهل العرف العام. قال وعرف وعرف الحقيقة بأنها ما بقي على موضوعه، يعني ما استمر على وضعه الأول ولم يغير ولم يبدل. أما على تعريفها أي تعريف الحقيقة الراجح، فاللفظ المنقول حقيقة اللي هو الغائط فيما يخرج من الإنسان، حقيقة فيما نقل إليه اللي هو الخارج من الإنسان، من شرع أو عرف، سواء كان الشرع هو اللي استعملها أو كان أهل العرف هم اللي استعملوه. ويجاب أي عن هذا القيل وهذا الاعتراض بأن المنقول اللي هو الغائط فيما يخرج من الإنسان، وإن كان حقيقة فيما يخرج من الإنسان حقيقة من جهة العرف، إلا أنه ما زال عند أهل اللغة مجاز لغوي. والمجاز بالاستعارة، والمجاز بالاستعارة، الاستعارة ما هي يا مشايخ؟ منها يعرف عرفان. الاستعارة دي عاملة زي العارية في الفقه. العارية في الفقه يعني إيه؟ يعني أنا باخد مثلا من أخونا خير كتاب، الكتاب دوت بقرأ فيه ثم أرده إليه مرة ثانية، يبقى باخذ شيء ليس لي أنتفع به وأرده إلى صاحبه. كذلك الاستعارة، الاستعارة اللفظ بيبقى موضوع، الكلمة موضوعة لمعنى، أخذ هذه الكلمة وأجعلها في معنى آخر لمشابهة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، يبقى هي إيه؟ مجاز علاقته المشابهة، المشابهة العامة. الله، إيه الجمال ده؟ ده العلم سهل يا أولاد، صح كده؟ ولا نقولها تاني؟ طب انزل للحاشية رقم 2 والاستعارة في اصطلاح البيانيين. يا سلام، العلم وقته بيجري يا أخي، سبحان الله. ها بيقول لي بقى، طيب الاستعارة في الاصطلاح، في اصطلاح البيانيين استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه. يبقى العلاقة ما بين المعاني، المعنى المنقول منه والمعنى المنقول إليه بينهما تشابه. صلوا على النبي رأيت أسدا في المعركة يحارب. أسد ده إيه؟ يعني رجل شجاع. والرجل الشجاع ده، هذا الرجل الذي وضع له كلمة الأسد في المعنى الآخر، هو شجاع جريء،
والأسد جريء. فبين معنى كلمة أسد معنى الحقيقي وكلمة أسد المعنى المجازي وهو الرجل، بين هذين المعنيين مشابهة. إيش هذه المشابهة؟ أن كل منهما جريء، أن كل منهما مقدام، أن كل منهما شجاع. يبقى دي استعارة، يعني علاقة، علاقة مبنية على التشابه بين المعنيين. وخلي بالك إن المشابهة ليست من كل وجه، بل هي من أخص الوجوه. قال: وما وهو ما كانت علاقته تشبه معناه بما وضع له. عايز يقول لك إن معنى هذا اللفظ ومعنى هذا اللفظ بينهما علاقة، هذه العلاقة هي علاقة التشابه. بعضهم قال هي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعلاقتها المشابهة دائما. على طول الاستعارة علاقتها المشابهة، يبقى مستعار ومستعار إليه واستعارة ووجه الشبه. عندما حد يشرح استعارة بعد البلاغة يبقى كلهم حد للبلاغة، يتقعد انت تشرح، انت ما بشرحش حاجة. انت عايز تقرا كتب السنة بس وتديهم إجازة. بارك الله فيك يا مولانا، مش أجمل من قراءة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده رقائق لوحديها. وأخونا بيقرأ أحاديث سيدنا رسول الله من باب التربية والأدب لا من باب التعليم. طيب بارك الله فيه. طب مثل بقى الاستعارة إيه؟ كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدارا يريد، والجدار له إرادة. وسنها دائما بسأل أولا تكفي وتسري بعد وتسحب بعد ذلك، خذها بقول السحب. قال كقوله جدارا يريد أن ينقض. أنت أسندت الإرادة للجدار، هو الجدار عنده إرادة. ده الإرادة هذه لا يوصف بها إلا يعني من كان له شعور حساس، فيوصف بها الحيوان ولا توصف بها الجمادات. قال لا، أصل دوت استعارة. استعار إيه لإيه؟ استعار إرادة ميل الجدار، استعار إرادة الجدار في ميله. يعني أنا عندي الجدار يريد، الإرادة معناها إيه؟ المريد دائما يميل قبل إرادته ما يريد. يعني أنت عايز تشرب، قبل الشرب بيبقى في رغبة، الرغبة دي هي الميل. جميل. يبقى الميل هو قربك من الفعل، والجدار إذا كان مائلا كان قريبا للسقوط. فاستعمل كما يقول هنا، فشبه ميله إلى السقوط، يعني ميل الجدار إلى السقوط، ده هيقع خلاص، بإرادة السقوط. الإرادة قريبة من الفعل، مفيش فعل إلا ويسبقه إرادة. ولذلك قال شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، لأن الميل يشبه الإرادة، حيث إن الميل قريب من الوقوع والمريد قريب من التنفيذ. فشبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي اللي هي الإرادة من صفات الحي دون الجماد. وشبه الرجل الذي يقاتل في المعركة بجراءة وحماس وبدون خوف بالأسد الذي
يهاجم فريسته بجامع أن كل منهما عنده جراءة، عنده إقدام، عنده عدم خوف. والمجاز المبني على التشبيه، يعني الذي تكون العلاقة فيه المشابهة، يسمى استعارة. انتهينا من المجاز. طب الكتاب بقى المجاز واقع في الكتاب وفي سنة رسول الله وغيرهما من كلام العرب أم لا؟ وطبعا خلي بالك أصل المجاز حقيقة، والمجاز ده محل بحثها الأوسع كتب البلاغة، لأن ده من فن البيان. ولكن ذكرها في أصول الفقه لهذا الحكم، وهو وقوع المجاز في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمجاز الذي سبق ذكره بأنواعه وتفاصيله وأقسامه المختلفة واقع موجود ومحقق الوجود في الكتاب، أي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما، أي وغيرهما من كلام العرب. وإنما طبعا ده بقى فيه بقى أي كلام طويل، جمهور العلماء على المجاز واقع في الكتاب والسنة واللغة، وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي فأنكر وقوعه مطلقا. النقل عن الأستاذ أبي إسحاق مشهور، لكن الإمام الغزالي قال: لا يظن بالأستاذ أن ينفي وقوع المجاز. حاجة كبيرة أوي. الأستاذ ده كان إمام، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي ده كان نظارة، كان متكلما، كان عملاقا في فنون متعددة. الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام قال: يعني ده نعرفه، ده احنا قرأنا يعني كتبه وتصانيفه، ده إمام من الأئمة الكبار. أنا لا أظن أن يقول بهذه السقطة العظيمة أن ينفي وقوع المجاز في الكتاب وفي السنة، لا سيما وأن يعني الأمر واضح جدا للعيان. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي استبعد أن يقول الإمام ذلك، وقال لعل الإمام أراد بأنه ليس بثابت، أرد يعني ليس بثابت كثبوت الحقيقة، وليس مراد الأستاذ نفي وقوع المجاز مطلقا، وإنما أنه أراد أن ينفي أنه واقع كوقوع الحقيقة، بل هو أدنى وقوعا من الحقيقة. شايف العلماء وشايف حسن الظن وشايف الأدب مع الأئمة، قال بقى لو العيال الوهابية يقول لك غلط وماله لما يغلط. ايه ده؟ انتوا بتتعاملوا مع الأئمة بهذا التحقير وهذه الدناءة؟ يا ولاد استغفر الله. ونقل عن الفارسي، وهو خلاف من قاله. طب ولاد نقل عن الفارسي، نقلوا عن أبو علي الفارسي بس تلاميذنا قالوا حاجة تانية. نقلوا أنه قائل بالمجاز. فبينه وبينك بقى يعني الكلام فيه مضطرب قوي. ده ابن جني نفسه اللي هو تلميذ الفارسي قال ان هو ابو علي كان يقول بوقوع المجاز في الكتاب والسنه وفي لغه، يعني ايه انتوا بتعملوا ده؟ لكن هو انتبه، لان المحقق سلفي او تلفي وهابي تيمجي يضع السم في العسل، فانتبه. بس انا صحيح لأن نعرف. وإنما يعدل إليه، أي يعدل إلى المجاز، يعني تترك الحقيقة ويذهب إلى المجاز لعدة أسباب: لثقل الحقيقة على اللسان، أن تبقى مفردات الكلمة ثقيلة على اللسان فيتركها الإنسان الحقيقة ويذهب ويستعمل المجاز لخفة المجاز على اللسان وثقل الحقيقة على اللسان. مثل يا مولانا؟ المثل الخنفقيق،
موضوع في اللغة وضعا حقيقيا للداهية. قن فقيق قيق قيق إذن قن خا يعني انت عارف الثقة جاية منين؟ الخاء ديت من الحلق والنون من الأنف بعد المخرج. الخنف ماشي قي ده القاف أيضا من يعني أقصى اللسان. والياء ليش فاتين المحركة قيق قيق لا 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 تقيلة. طب أنا مش عايز أستعمل الخنفقيق الذي وضع للداهية، تريد أن نستعمل كلمة أخرى تقول إنه الموت، يعني رجل الموت يستعمل في معناه وهو زوال الحياة، ويستعمل أيضا في الرجل الداهية. أو بشاعتها أو يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لبشاعة الحقيقة. يا ده بشعة جدا في الأذن وعلى النفس كالخراءة. أما تقول الخراء لا كلمة بشعة قوي، أول ما تسمعها يعني يقع في قلبك يعني استعظمها واستحقرها. قرأت لا تعبر بكلمة، يعني احنا قاعدين بناكل قاعدين بنشرب، يعني كلمة بشعة عدل عنها إلى الغائط. طب ما هو الاثنين يا مولانا في المعنى المنقول إليه واحد، لكن المعنى اللغوي خلاها أقل إيه بالنسبة للغائط، أقل يعني أقل يعني في الاستبشاع من الأولى. ده حاجة أول مرة أقولها. يعدل عنها إلى الغائط. الخراءة بكسر الخاء وفتح الراء، خراءة بوزن قراءة، وقيل بوزن قربة خرأة. فدينا ضبطنا لكم الخراءة واضبطوها أنتوا بقى. أو جهلها أو يعدل من الحقيقة إلى المجاز بسبب جهل الحقيقة. أنت تعلم الكلمة المجازية وتعلم موضوعها لكن لا تعلم الكلمة الحقيقية، فأستعمل معك الكلمة المجازية لأنك تعرفها ولا تعرف الكلمة الحقيقية. أو بلاغته أو أن يكون المجاز واقعا موقع البلاغة فأستعملها لأنها أكثر إيقاعا في النفس وأقرب إلى يعني القبول والحسن في التعبير، نحو زيد أسد أفضل عندي من رجل شجاع. أوقع لما أقول لك أسد يعني يكون معنى الشجاعة أوقع في قلبك عندما من أن أقول لك هو شجاع. أو شهرته يعني شهرة المجاز عن الحقيقة لكون المجاز أعرف من الحقيقة، نحو أو نحو ذلك أي من الأسباب، وذكرها في جمع الجوامع. بعد ذلك يتكلم على المجاز العقلي، قال وقد يكون المجاز في الإسناد. الله لسه شرحينها ايه، يعني مسألة واضحة جدا لا تحتاج إلى أكثر من هذا. قال وقد يكون المجاز في الإسناد مطلق المجاز بقطع النظر عن كونه المجاز المفرد في الإسناد. إسناد يعني إيه؟ في أركان الجملة، من عندي مسند وعندي مسند إليه وعندي إسناد. إسناد اللي هو إيه؟ اللي هو إثبات المحمول للموضوع. إثبات المحمول للموضوع ده هو إيه؟ هو الإسناد. يا سلام إيه كمان ده العلم بقى سهل. زيد قائم، زيد ده مسند إليه، وقائم ده مسند،
وثبوت القيام لزيد ده الاسناد. اللهم صل على النبي. ده انتوا خلاص يلا مبروك بقيتوا علماء ومروحوا. قال في الاسناد يعني اثبات المسند للمسند اليه بان يسند الشيء لغير من هو له، يعني لغير من لا يقوم بهذا. قد يسند الشيء لغير من هو له. أنبت الربيع البقر، فأنت حضرتك أسندت الإنبات إلى الربيع، فالربيع ده مسند إليه والإنبات ده مسند. طب وهو إثبات الإنبات للربيع ده حقيقي؟ لا، ده انت مسلم اللي بتتكلم بكده. هو انت ايه، بوزي؟ طيب يبقى اسناد الشيء لغير من هو له يسمى مجاز في الاسناد ومجاز عقلي، وايضا له يعني كما يقول اهل اللغه الاسناد العقلي او المجاز العقلي له مجوزات يسمونها علاقات. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم آياته، ملناش دعوة بيه، زادتهم. إيه ده؟ الآيات هي اللي زادتهم إيمان ولا ربنا اللي زادهم الإيمان؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، أي زادهم الله سبحانه وتعالى إيمانا عند سماع الآيات، فأسند الزيادة إلى الآيات، ولكن الزيادة مسندة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ويعرف المجاز، ويعرف المعنى المجازي. ده خلاص بقى حاجة تانية. طب يعني هنا بنتكلم ما هو الضابط في معرفة الحقيقة من المجاز، كيف نعرف أن هذا مجاز وأن هذه حقيقة؟ قال يعرف المعنى المجازي بتبادل غيره من لفظه إلى الفهم لولا القرينة. طيب دي بقى نخليها في محاضرة قادمة إن شاء الله، وإحنا بإذن الله تعالى سندخل بعد ذلك على الأمر والنهي وعلى مبحث طويل عظيم. فإذا انتهينا منه هنخش بقى على العام والخاص والكتاب إن شاء الله قربناه. لمقاصد الكتاب التدخل في الأمر والنهي دوت أهم الأبحاث.